اهلا يا مريم، انت صاحيه؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجاه. ورقه طلاقك. طبعا. مبروك. اكل ميرسي. انا اتعشيت بره، متشكر جدا. مبروك، تصبح على خير. ايوه ايوه مريم. افندم صرصار؟ فين صرصار؟ عندك في الاوضه. طب تعالي وريني، هيجي منين الصراصير عندنا؟ بس فين؟ انا مش شايفها. انا على السرير، مفيش حاجة. مريم، مفيش حاجة، مفيش حاجة. تصبحي على خير. صباح الخير. مريم، عايز اكلمك في موضوع. الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش. ما فيش حد تاني هيعرفها. اخت ملك تبقى اختي، وملك مراتي، بحبها وهفضل احبها. انت عارفة، أنا زمان كان نفسي يبقى عندي أخت سري يكون معاها. إشكي همومها،
احكي لها على مضايقني. لما اتجوزت ملك انبسطت قوي انك موجود، اعتبرتك اختي، فرحت قوي ان عندي عيله. مفيش فكرة ببقى مبسوطة قد إيه وملك قاعدة على يميني وإنتي ورانا قاعدين على شمالي. مفيش أحلى من كده. عن إذنك لازم أروح الشغل. أفندم. عايزة تمشي؟ تسافري. طيب تروح الملك؟ هي كان نفسها تبقى معاه. خلاص فورا احجز لك تذكرة. استوعديني لما ارجع لك صوتك اخوك يكون اول واحد يسمع صوتك. بعد اذنك.